احنا في مركز الدراسات النسوية اهدافنا تقوية المرأة وتمكينها للوصول الى حقوق متساوية والى عدالة شاملة ما بين الجنسين. بالتالي الدراسات اللي بنعملها كانت دائما هي لتشخيص الوضع الحالي ولتحديد ما هي العقبات وما هي المعيقات التي تحول دون انها تحيا المرأة في كرامة وفي مساواة تامة. وكانت دائما عندنا تظهر قضية التزويج الصغيرات، احنا بنسميها، او الزواج المبكر للبنات، هي واحدة من القضايا اللي بتعيق امكانياتهم في الوصول الى الاستفادة من الموارد المجتمعية المتوفرة لحتى انها تعيش في كرامة. ظاهرة التزويج المبكر يعني في مدارسنا الحكومية موجودة، ويعني عادة عند رصد البيانات في مدارسنا في مطلع العام الدراسي أو في نهاية العام الدراسي أو حتى في منتصف الفصل لمعرفة يعني نسب التسرب لدى الطلاب أو الطالبات سواء في المرحلة الأساسية أو الثانوية أو في بين الذكور أو ما بين الإناث، عادة تكون النسب ما بين تسرب الإناث هي بسبب التزويج المبكر. حزينة جدا انه بنات في عمر الورد انه بحس انها انقطفت لما هي بتكون في المدرسة وبتروح تتزوج، بتنتقل من مرحلة عمرية هي بحاجة تعيشها، هي المرحلة هاي لازم تعيشها بكل ما فيها، وبتنتقل بتروح بتاخد دور اكبر منها، ام وربة بيت ومسؤولة، وهذا تأثيراته نفسية كتير سيئة حتى للبنت لتكبر وتختير. هيك لو حدا يقعد معها بتقول أنا ما عشتش مرحلة من عمري، أنا فقدت مرحلة مهمة كتير من عمري. أغلب الحالات ما بتكمل دراستها، يعني بتنسحب بعد أول امتحان تاني امتحان، علاماتها بتصير متدنية فبتحسيها بتنسحب، بزيد عدد غياباتها ومع الوقت بتنسحب. طبعاً هذا ما بيعني إنه ما في حالات استمرت ونجحت، أكيد موجود هيك وموجود هيك. حرمانها من التعليم، يعني حرمانها من العمل، يعني حرمانها من الثقافة اللي بتمكنها من أنها تتعامل مع المتغيرات اللي في المجتمع، يعني حرمانها من الانسجام الفكري مع البيئة اللي حواليها، وبالتالي تهميشها أكثر. يلا يا حلوات اكتبي اسمك أول إشي، تنسوش. الزواج المبكر هو أكبر مشكلة ممكن تواجه البنت، هي ما رح تكون عارفة شو نتائج وعواقب الزواج المبكر، هي مفكرة إن الزواج المبكر عريس وعروس وبيروحوا على بيت وخلص وحياتها رح تصير حلوة. لا، الزواج المبكر بترتب عليه نتائج كتيرة، لا فوق 18 ولا 17 ولا النمو الجسدي بكفي إنها هي تتزوج، لأنه لازم يكون عندها نمو عقلي أكثر من ما هي يكون عندها نمو جسدي. إنه تكون في مقاعد الدراسة ما بكفي، إنه هي برضو لازم تشتغل تأسس مستقبل، ما تكون تابعة بس لزوجها اقتصاديا، لازم يكون إلها فكرة، لازم يكون عندها أساس لحالها. فلو يعني صارت وصاحبتي حكت لي إنها حابة تتجوز، إنها حابة حدا، ممكن إني أحكي لأهلها، ممكن أتوجه لحدا منهم بفهم يوصلها فكرة إنه لا هذا غلط. الأهل بيضغطوا من ناحية، ومن ناحية تانية البنات جاهزين، في ثقافة عم تنتشر حول الزواج والاستعداد للزواج، وكأنه الزواج هو فرحة وفستان أبيض وشوية ذهب وعرس وإلى آخره. هنا
هناك العديد من البرامج التي تتبناها مدارسنا ومن خلال المرشدين التربويين يتم من خلالها استضافة بعض الشخصيات التي لديها يعني اختصاص في التوعية في قضية التزويج المبكر. إحنا البنت طبعا من أول ما بتخطب بنقعد معها وبنحكي معها أنا والمرشدة والمعلمات، بنحاول إنه ننبهها ونطلعها، لكن نتفاجأ إنه بالأغلب حتى لو تكون البنت شاطرة وملتزمة الظروف غصب عنها أو شوي شوي إنه هالحمل بصير كبير عليها والعبء بصير يكبر ويكبر، فبتشعر مع الوقت إنها البنت شوي شوي بتنسحب وما بتكمل. أنا ما بتخيل بنت 16 سنة يدوبها عمالها بتنمي بحالها، ما بتوقع إنها رح تقدر تحمل مسؤولية كمان طفل. الطفل هذا اللي رح يتربى على أي طفل مش حيطلع كمان شخصية ناجحة، فيك إحنا حنأثر على المستقبل، حنأثر على الجيل الجاي، وحيؤدي إلى إنه تصير كثير مخاطر على المجتمع، على البنات، على الشباب، على كل فرد في هذا المجتمع. أنا كان عندي صاحبتين، واحدة بصف تاسع وواحدة أدي. اللي بصف تاسع خطبت وظلت خاطبة حوالي سنة وتركت المدرسة وتركت كل شيء. بعد هاي السنة تركوا هي وخطيبها وهلأ ما رجعت للمدرسة، وهلأ صار اسمها مطلقة وهي عمرها 15 سنة. كان في أن مرة تزوجت على 16 سنة، جوزها مات، كان عندها 4-5 أولاد، زوجها مات بكي بعمر يعني صغير شوي. هي ضلت لحالها، ضلت تدور عن شغل، كانت أول إشي إنه تاخد إنه الناس يعطوها مصاري يتصدقوا عليها، بالآخر هي صارت تعمل بعد واسطات كبيرة لصارت تعمل أزمة بمدرسة، فهذا كان كتير إشي صعب عليها. بنركز على إنه الزواج المبكر لا يضر بالبنات فقط، كمان بضر بالأولاد، بضر فيهم من ناحيتين، إذا كانوا هم أطفال هم غير جاهزين للزواج وعم بنحطوا في مكان هم مش جاهزين له، وإذا كان هو كبير وعم بتجوز طفلة بعد شوي رح يعرف ما معنات إنه يتزوج طفلة. الزواج من طفلة هو لا يبني عائلة منسجمة، لا يبني عائلة قادرة على مواجهة التحديات، على عائلة قادرة على إنها تبني نفسها، فبالتالي إحنا بنستخدم المدرسة التربوية بشكل كبير. البيت يشكل 90% من بناء ثقافة وفكر للبنت. الأم مهم دورها، الأم هي ليست فقط أم بتطبخ وبتغسل وبتقيم وبتحط، لا هي أم بتشتغل على فكر بنتها. ففي الآخر دائما نحكي شهادة البنت سلاحها، إحنا منجهز البنت لها الحياة بالشهادة، وبعدين بتحب تتزوج تختار هذا الطريق هي حرة، لكن بشدد على هذا الشيء للأهالي إنه فعلا إحنا يعني رح نتحاسب من تزويج البنات مبكر. هي غير واعية غير قادرة، تفرح أولها أمام زميلاتها وصحباتها إنه هي تزوجت، لكن هالفرحة قديش بدها تدوم. وبناشد كل الأهالي بأنه كونوا أكثر حرصاً على بناتكم، أعطوهم الفرصة حتى يعيشوا حياة كريمة وحياة يتمتعوا فيها بالصحة والسعادة، وهذا مش كتير عليهم.